بجمال وزرقة البحر وخضرة الطبيعة، عرضنا اليوم فيلا في حي ساوتلو أكشبات، فيلا مستقلة. خلوكم معنا. عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. العرض اللي بنصور اليوم عرض فيلا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو في منطقة ساوتلو أكشبات. العرض عبارة عن فيلا مستقلة في مساحة أرض 410 متر مربع، ومساحة البناء 3 طوابق 290 متر مربع. موقع المشروع، المشروع يقع في حي ساوتلو أكشبات، منطقة حيوية جداً. بالقرب من الموقع موقف خاص بالمواصلات، بالإضافة إلى أنه في ميني ماركتات قريبة من الموقع. بين الموقع والشارع الرئيسي اللي هو شارع أكشبات العام موجود مستشفى خاص ميديكال بارك، بالإضافة إلى أنه 10 دقائق عن ميدان أكشبات وتقريبا 25 دقيقة عن ميدان طرابزون. ما ننسى أيضا أنه ساحل أكشبات أيضا قريب من الموقع، تقريبا نقدر نقول 5 دقائق. حاليا أنا في الساحة الخارجية، زي ما شرحت لكم أنه عندنا منطقة كبيرة، منطقة الأمامية، وعندنا جانبين الفيلا منطقتين صغيرة، يعني الحديقة جاية على شكل يو. لنا حرية الاختيار أننا نقدر نحط مثلا جزء نزرع فيه والجزء الآخر نقدر نحط فيه مسبح صغير يخص الفيلا. لو تلاحظوا الجزء الجانبي كمان مميز، يعني جاي أكبر من الجزء اللي هنا، جاي مساحة كبيرة أقدر أقول تقريبا ممكن 15 متر في هذا الجهة، وإطلالتها إطلالة خيالية على الطبيعة وعلى البحر، يعني بنشوف الأفق وإحنا في هذا المكان. تعالوا نشوف تفاصيل الفيلا في هذا الدور. زي ما تشايفين أنه مخرج الحديقة من هذا الجهة في بابين فرنسية كبيرة، ومساحة كبيرة جدا مساحة الصالة، وأرضياتها أرضية باركي التدفئة أرضية في هذا الفيلا. وعندنا منطقة مخصصة للشومينيه، يعني فصل الشتاء كمان نقدر نستمتع بأجواء رائعة جدا. صاحب الفيلا حاط تمديدات خاصة للمطبخ في هذا الجهة. إذا لنا حرية الاختيار ان نحط مطبخ هنا كنبها، او نقدر نلغى المطبخ نخليها صاله كبيره ومميزه اطلالتها على البحر. يعني عندنا الدور هذا الصاله، تعال نشوف تفاصيل باقي الدور. الدرج المؤدي للدور اللي فوق من هنا، وعندنا مخزن في هذا الجهه او غرفه غسيل، نقدر نخليها غرفه غسيل. تحت الدرج نقدر نستغله مثلا بديكور جميل، نحط نباتات او زرع. وعندنا هنا غرفه اضافيه، الغرفه هذه كمان نقدر نستخدمها كمستودع اضافي نحط حاجياتنا. وعندنا دوره مياه اللي يخدم هذا الدور، دوره مياه متكامله. عندنا مثلا مغسله بالاضافه الى كلوزيت والمروش. وعندنا هنا غرفة وحيدة، مساحة الغرفة مساحة جيدة 3.5 × 4.5، ولها دورة مياه خاصة فيها، نقدر نستخدم الغرفة هذه كغرفة خادمات. كذا أعطيتكم تفاصيل. الدور هذا موجود فيه صالة كبيرة ومطبخ أمريكي مفتوح على الصالة، بالإضافة إلى دورة مياه وغرفة وغرفة غسيل مع المستودع، يعني الصالة ونقدر نخليها غرفتين مع دورة مياه ومستودع ومطبخ أمريكي مفتوح على الصالة. ما ننسى أيضا الحديقة الجميلة اللي يتبع هذا الدور. تعالوا نشوف الدور الثاني اللي موجود فيه.
وصلنا جماعة الخير الدور الرئيسي، يعتبر الدور الرئيسي والمدخل الرئيسي للفيلا من هذا المكان. أول ما نطلع من الدرج أو نخش من المدخل الرئيسي نجي هنا يميننا عندنا غرفة رقم 1. الغرفة هذه مساحتها أقدر أقول 4×4 ممتازة كمساحة، ونقدر نستغلها كغرفة نوم، مثلا مكان السرير، مكان الدواليب مرتب بشكل جميل، والتدفئة أرضية زي ما قلت لكم، ولها دورة مياه خاصة فيها. دورة المياه مكتملة من مروش وكلوزيت والمغسلة. نطلع من الغرفة رقم 1 نتوجه نشوف تفاصيل باقي الغرف. المدخل الرئيسي للفيلا من هنا. أول ما ندخل نقدر نحط هنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات، والشيء اللي لفت انتباهي أيضا أنه الصبغ اللي صابغه للفيلا جاي لون رمادي فاتح، يعني منسق مع السيراميك وألوان الباركيه وأبواب أو البراويز تبع الأبواب بلون أبيض، يعني جاي بطريقة منسقة جميلة. عندنا غرفة رقم 2. الحاجة الجيدة في الفيلا أن كل غرفة مستقلة بدورة مياه خاصة فيها، يعني الغرفة هذه كمان لها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة وليست مروش فقط، لأنه مروش وكلوزيت ومغسلة ومساحتها رائعة جدا، وإطلالة الطبيعة من هذه الغرفة إطلالة خيالية، شيء ولا أروع. نطلع من غرفة رقم 2 نشوف تفاصيل باقي الدور هذا، تفضلوا معنا. طلعنا من الغرفة الثانية نشوف تفاصيل باقي الدور هذا. عندنا غرفة رقم 3 زي ما قلت انه في كل غرفة لها دورة مياه. الغرفة الأخيرة هذه دورة مياهها أكبر أو مساحتها أكبر، يعني حاطين منطقة خاصة نقدر نحط فيها مغاسل أو نرتبها بطريقة معينة، أو نقدر نخليها غرفة خاصة مثلا بغرفة الأبوين، أنه مثلا نستخدم المكان هذا لل دريسنج روم مثلا، نقدر نخليها كدريسنج روم، ومنها إلى دورة المياه الخاصة بهذه الغرفة، يعني منطقة مخصصة للدريسنج روم أعتقد. الغرفة الرئيسية هذه مثلا نقدر نخلي غرفة النوم الرئيسية حتى مرتبين لها مكان للسرير ومساحتها كبيرة، والإطلالة الرائعة لهذه الغرفة. تعالوا مع بعض نشوف المنطقة أو البلكونة الخاصة بغرفة النوم الرئيسية، بلكونتها 2 × 7 أمتار، والحاجة الرائعة جدا أنه الدرابزين جاي زجاجي، أنه وإحنا قاعدين كمان الإطلالة الرائعة هذه ما تحجب علينا إطلالة ولا في الخيال، نشوف من أول طرابزون من شرقها لغربها، يعني بنشوف علم بوستفا من هنا، وبنشوف الميدان والطبيعة الخلابة والبحر، يعني إطلالة ولا أروع في هذه الفيلا الراقية الجميلة ذات الإطلالة الساحرة. نكمل مع بعض. كذا شفنا الإطلالة الساحرة لغرفة النوم الرئيسية، وشرحنا الدور هذا أنه موجود فيه 3 غرف نوم بدورات المياه تبعها، يعني في كل غرفة دورة مياه خاصة فيها. الكوريدور زي ما قلت لكم سيراميك، ديكورات رائعة وألوان براقة مستخدمين متناسق مع الفيلا. نشوف الدور الأخير إيش اللي موجود فيه، تفضلوا معنا. وأنا طالع للدور الأخير لفت انتباهي ديكورات زجاجية جميلة جدا. صاحب الفيلا ما شاء الله تبارك الله عملها بطريقة أنه من السقف للأرض و3 قطع زجاجية، إطلالة رائعة جدا على البحر، يعني مستغل كل الزوايا عشان الواحد وهو قاعد في الفيلا يستمتع بإطلالة الطبيعة والبحر.
أول ما طلعنا الدور اللي فوق، الشيء اللي بنشوفه قدامنا صالة كبيرة، وعندنا دورة مياه يخدم المكان هذا، بالإضافة إلى مطبخ أمريكي مفتوح على جهة الصالة، وعندنا غرفة رقم 1. تعال نشوف الغرفة ومن ثم نشرح الصالة وأحلى مكان اللي هو التراس الرائع. عندنا غرفة رقم 1 في هذا الجهة، مكان للسرير وأرضيات باركيه. إطلالة الغرفة هذه إطلال على الجنب من الجهة الخلفية على الفيلا على الساحة الخارجية، وعندنا مساحة جيدة، منطقة للدرسنج روم، ومن ثم دورة المياه الخاصة بهذا الغرفة. يعني نقدر الغرفة هذه كمان نستغلها بغرفة نوم رئيسية زي ما نحب. تعالوا نشوف الصالة. مساحة الصالة كبيرة زي ما شرحت تحت، انه لنا حرية الاختيار نخلي المطبخ الرئيسي تحت والمطبخ الفرعي في هذا الجهة، فهم سايبينها للعميل. مساحة كبيرة للصالة، عندنا إطلالة من الجنب شباك، وعندنا باب يطل أو مخرج للتراس من هذا الجهة، والمخرج الرئيسي من الأمام، وعندنا دورة مياه يخدم هذا الدور، وحتى فيه أنترفون، يعني نقدر نستخدم الأنترفون أو أي ضيف يجينا وإحنا قاعدين في هذا الدور بالأنترفون الخاص بالدور الأخير. دورة مياه كبيرة، مستخدمين سيراميك وأدوات صحية ذات جودة عالية. يلا مع بعض نشوف المكان المميز لهذه الفيلا ذات الإطلالة الساحرة اللي هو التراس الكبير والجميل والرائع. مساحة التراس 2.5 متر في 7 أمتار، جاي على شكل L، وهذه الإطلالة الخيالية استمتعوا فيها. في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى عجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسئلة تجدون في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا متابعة آخر فيديوهات في اليوتيوب بروج العقاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.